قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إن هدف الحكومة في المرحلة المقبلة تعزيز دور القطاع الخاص في العودة لقيادة كل الأنشطة الاقتصادية في الدولة من خلال وثيقة سياسات ملكية الدولة. وأضاف مدبولي خلال ترأسه جلسة حوارية حول وثيقة سياسة ملكية الدولة أن الرد على أي تساؤلات هو الجوهر والهدف الرئيسي من وثيقة سياسة ملكية الدولة، لأنها هي التي تحدد سياسة الدولة في الأصول المملوكة لها. هذه الوثيقة بنحاول بقدر الإمكان أن احنا نرسي للدولة المصرية وللداخل والخارج احنا شايفين كدولة رؤيتنا المرحلة الجاية هنعمل فيها ايه، وازاي ان احنا هدفنا خلال المرحلة القادمة تعزيز دور القطاع الخاص في العودة لقيادة كل الأنشطة الاقتصادية في الدولة المصرية. والحقيقة يمكن الموضوع ده انا عايز بس اكد ان احنا بدأناه، ويمكن بعضكم ممكن يفتكر ان الوثيقة دي طلعت كرد فعل للفترة الأخيرة، ولكن فعليا الوثيقة دي بدأنا في إعدادها من نوفمبر الماضي.